كنوز اف ام. كنوز اف ام نسيك الدنيا وما فيها. دقلة وحليب مع الدكتور لافيلي منصر. مرحبا بكم احبابنا المستمعين، اسعد الله صباحكم وبارك في الخير اعمالكم. من لم يصبر على ذل التعليم بقي عمره في عماية الجهل، ومن صبر عليه آل أمره إلى عز الدنيا والآخرة. هذا من قول أحد العلماء، وهو قول في العلم وفي التعلم وفيما يلزم لهما من صبر وما يكون فيهما من ذل. فليس سهلا أن يثابر المتعلم وأن يمر بامتحانات عسيرة، ولا أن يقبل بنقد معلميه وقسوتهم في بعض الأحيان وشدتهم أيضا. هذا يحتاج مزايا ويحتاج خصال ويحتاج بعد نظر وتقدير للوضع وتحمل للمسؤوليات. وكثير من المتعلمين يضعون حدا لمسيرتهم العلمية لأنهم لا يتوفرون بالقدر الكافي على هذه المزايا وعلى هذه الصفات المحمودة في مثل هذا السياق، ولا يتوفرون على سيد هذه المزايا من دون منازع، وسيدها هو الصبر. ومفيد أن نحدثكم أحبابنا المستمعين في مثل هذه الأمور ونحن على أبواب سنة مدرسية وجامعية، نتمنى أن تكلل بنجاح أبنائنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا. العلم كنز، هو كنز الكنوز، من حصله حصل ما بقي من كنوز، ومن ضيعه ضيع كل الكنوز. هذا يصدق في مستوى الأفراد، ولكن أيضا في مستوى الجماعات والمجتمعات. والأقوياء اليوم والمصنعون والأغنياء والمتقدمون والمنظمون هم بالضبط أولئك الذين خزنوا وافرا من العلم في أدمغة باحثيهم ودارسيهم وفي المكتبات وفي المخابر. هذا هو الكنز الحقيقي، وأول من يعلم هذه الحقيقة، أول من يعلم هذا ويدرك هذا لأنه جرب هذا، هم المسلمون، فقد كانت لهم ريادة وقيادة للعالم بفضل سبق علمي اعترف به الجميع واقتبس منه الجميع وإن كانوا ينكرون. المسلمون أول من يعلم هذا، ولكنهم الآن، وهذا مؤسف، أول من ينسى هذا، خصوصا العرب من بين المسلمين. عرب إذا تأملنا إنفاقهم في العلوم والتعليم والبحث العلمي وقرناه بإنفاق على سلاح خردة ومعلبات لا فائدة منها عدا الفنادق 10 نجوم والكازينوات، لما نقارن الإنفاق بالإنفاق نصاب بالذعر والجزع مع منسوب من الحزن والأسف. والمسلمون عندما أضافوا للعلوم فعلوا ذلك التزاما بالإسلام، مقاصد الإسلام وبروحية الإسلام، الإسلام الذي كان يحضهم على العلم وعلى التعلم. هناك من يفصل ويبوب في مسألة العلم والعلوم، ويفصل مثلا بين علم ديني يحترم ويحظى بالاهتمام ويعتبر مما يعتمد لتحصيل رضا الله والثواب والكرامات الإلهية، يفصل بين هذا العلم وعلم آخر يهتم بغير الدين من معارف شتى، سواء تعلق الأمر بمعارف معنوية فكرية أو بمعارف مادية من طب وهندسة وإدارة وغير ذلك. هناك حتى من باسم الدين وانطلاقا من الدين كما يفهم لا كما يفهم الدين، هناك من يعتبر أن كل علم عدا العلم الديني من فقه وحديث وشريعة، كل علم من الباطل الممنوع بل والحرام حتى. وهذا رأي يثبت شذوذ أصحابه وبعدهم عن كل منطق وازدرائهم لكل مصلحة تنفع المسلمين والبشر أفرادا وجماعات. لا يثاب الفقيه أكثر من الطبيب، بل لعل الطبيب يثاب أكثر، لأن الطبيب يحفظ النفس الإنسانية، وحفظ النفس الإنسانية أسمى مقاصد الإسلام. وما ذكرنا من قول العارفين يؤكد على صلة الدنيا بالآخرة، وهذه صلة هامة ويجب التأسيس عليها والبناء عليها في كل أمورنا، وخصوصا وتحديدا
في قضية العلم والتعلم. كل التخصصات مطلوبة وكلها في النهاية تساهم في الرقي والتقدم، وحتى المعارف الدينية البحتة لما يقف عليها ويقف لها أصحاب دراية بالتاريخ وعلم الاجتماع وعلم النفس وعلوم التواصل والفكر والفلسفة، هذه المعارف الدينية تزدهر. أبنائنا تلامذة وطلاب، مسؤوليتهم مزدوجة، مسؤوليتهم أولا تجاه أنفسهم وعائلاتهم التي تنفق عليهم وتضحي من أجلهم، ومسؤوليتهم أيضا وثانيا أمام مجتمعهم وأمام أمتهم التي تشكو كثيرا من التخلف، ولن ينهض بها غيرهم من طلاب وتلامذة. والنهضات لا تستورد ولا يتبرع بها ولا تقتنى في معلبات. وممكن بعض التلاميذ والطلبة عندهم أكثر من شكوى وأكثر من تظلم بسبب سير الدروس والتنظيم الإداري والقرارات الفوقية والارتجال وأداء بعض المدرسين، وهم محقون ولا شك في كثير من هذه التفاصيل، لكن هذا يفترض أن يدفعهم إلى الأمام أكثر. عليهم، على هذا الجيل المتعلم، عليه بعد الله كل المعول. دمتم رحماء ودمتم مرحومين. دجلة وحليب مع الدكتور لافيلي منصر. كنوز اف ام، كنوز اف ام، نسيك الدنيا وما فيها.